قدم جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة، شارك خلالها في اجتماعات الدورة العادية 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالته توجه إلى بيرو للمشاركة في أعمال القمة الثالثة لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية أسبا التي تبدأ أعمالها في الأول من تشرين الأول المقبل. ويلقي جلالته كلمة الأردن أمام القادة المشاركين في القمة، ويلتقي عددا من رؤساء الوفود على هامشها.